الرياضة في ليبيا طبعاً زي ما نعرف أن الرياضة في ليبيا تعاني من إخفاقات على مر السنين. الإخفاقات هذه تقريباً يعني عندنا صوت إنجازات. الإنجاز الوحيد يعني اللي درناه حقيقي كان في 82 وصلنا للنهائي كأس أفريقيا البطولة صدفناها احنا. والإنجاز الثاني بطولة الشال اللي هي بطولة لاعبين محليين وتقريباً وقتها طلعت بطولة ودية. ما نعرفش وقت الدولة لا. فما نعرفش يعني احنا وين الغلط يعني. هل لازم الدولة تصرف على الرياضة؟ هل الإخفاقات هذه سببها عدم صرف الدولة على الرياضة؟ يعني في اللي يقول لك إيه طبعا الرياضه تبي صرف، الرياضه تبي ملاعب، الرياضه تبي تدريب. وفي اللي يقول لك لا احنا ايش استفدنا منها الرياضه، احنا ايش اخذنا منها الكره، ديما خاسرين، ديما مش عارف خيرنا، دينا يماتنا سود. فعندنا اولويات، عندنا طرق، عندنا مدارس، عندنا صحه، لازم الفلوس الدوله تمشي على مش في المجالات هذه يعني ما نبوش رياضه. فبين اللي هيك وبين اللي هيك نستقبل اول فريق. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. نورتونا. ها مني؟ ربيع عكادي. أحمد البشاري. سامي البدري. أهلا وسهلا بكم. نورتونا في البرنامج. في البداية نبغى نتعرفوا. الاسم مروان الصادق فلفل. أنا اسمي نعمان الصادق فلفل. نوال العوض. محمد بنصر. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج نص نص. طبعا حلقتنا اليوم تدعو على الرياضه الليبيه والاخفاقات اللي تمر بها الرياضه الليبيه. هل سبب الاخفاقات هذه قله تصرف من الدوله، ولا الدوله تصرف ورحنا ما عندناش ما نقدم يعني. طبعا زي العاده عندنا فريق ضد وفريق مع. ما ننسوش يعني قبل نبدا الحلقه نطلب من الجمهور يصوتوا هل انتم ضد ولا مع صرف الدوله على الرياضه. صحيح ضد. هم في اللي نبي نوصله مصر يعني في ناس قاعده تحارب. بس المهم انت في ناس تحارب ما تنساشني. في ناس قاعده تحارب، ناس قاعده توري في روحها، ناس قاعده. لكن الدوله حتى لو صرفت عليها، حتى لو صرفت عليها يعني مش راح ممكن مرات ممكن توصلها لشيء معين. لكن احنا اللي لازم اني نعطي، اني اللي لازم نوقفش، أنا اللي لازم نعطي اللي قد ما عندي يعني نوصل الرياضة متاعي، نوصل طموحي. ما نقعدش أنا واقف مكان تاني ونستنى في الدولة غير هي بس تصرف علي. يعني لو كان أنت صرفت علي وأنا ما أعطيت شنو الفايدة؟ ما فيش فايدة يعني. يعني أنت مع الصرف لكن بحدود. بحدود تكون إيه مش أي. لكن في نفس الوقت أنا اللي بنعطي أكثر. أنا لو كان وقفت وهي صرفت علي شو فايدتها يعني؟ وأنا ما أعطيت شيء. ما نمشيش نتمرن وما نوريش في رياضتي وما نشاركش وهذا كله يعني حتى كان صرفت الدولة يعني مش الدولة ضروري في أول حاجة ضروري تنمي الحاجة هي تبدأ من المدرسة. نبدأ من المدرسة، عندي منهج خاص بالرياضة، مش نجي مثلا نقول لا والله هي حصة رياضة هاي نفوتها نمشي ناخذها تو نديرها حصة ثانية ولا نلغيها. هذه يبدأ من المدرسة يلغوا فيها حصة الرياضة. هيك يطلع الطالب إنه هو مش فاهم شنو هي الرياضة، ما مش لازم. يقول لك إيه صح مش لازم، بما أنه مفروض بالعكس المدرسة الدولة تحرض إن هي المادة هي تكون أساسية مش إن إحنا نلغوها. فتبدأ سبحان الله من إحنا صغار مفروض. تو إحنا جيلنا إحنا نعتبره باهي الحمد لله ما نظلمناش جيل تو نظلم. ها أنا ضد آلية الصرف. ضد آلية الصرف؟ يعني آلية الصرف هي اللي غلط. فآلية الصرف قاعدة تدير فجوة بين الرياضيين لحيث لما هذا برز اوكي اصرف عليه وادعمك، هذا ما برزش لا ما نعرفهاش. هذا هذا هذه النقطة اللي أنا ضايقتني في الموضوع. طبعاً أنا مع صرف الدولة والمستثمرين يعني الزوز. المفروض أن الدولة تصرف لكن تصرف بآلية صحيحة يعني فهمتني؟ يعني هم توجهين لما انت جيل الشباب والرياضه ولا جيل اللجنه الاولمبيه الصرف نتاعهم كله تلقى يصرف شنو متجهين مثلا للالعاب الجماعيه زي الكوره اكثر شيء صرف في الاولمبيين. لما تسرق كوره الرياضه كلها كلها عندها كوره. لما الالعاب الفرديه الثانيه يقدر يتميزوا فيها هلبه. وعندك دليل انت هلبه عندك في الالعاب الفرديه انه يطلع لك زي الزنات اللي نتاع كمال الاجسام بوفوناز قلقني فيفا عندك حتى في الدول الاحتياجات الخاصه. فانت لو بتصرف انك بتصرف باليه صحيحه فهمت انك انت بتدير بتتجه تمشي في خطين متوازيين. انا ما اقولكش مثلا الرياضه زي الكوره
لا ما تصرفش عليها لان ما عندناش نتائج وكذا، لا امشي في خط هوا، لكن شوف الالعاب الفرديه ثانيه. انت لما تحط مثلا رقم معين في مثلا في لعبه مثلا الجمباز او التنس الارضي او في السباحه، تحط لهم رقم وتدير تصفيات وتاخذ منهم نخبه مثل من التصفيات هي الاربع انفار ولا الخمسه اشخاص هما، وتدير لهم معسكرات وتدريب، انا متاكد ان الاولمبيات الجايه حيجيبوا لك نتائج. لكن انت ما عندكش هو كلها، انت المسؤولين الصرف بتاعهم خطا، اللي بتدور الاتحادات خطا، الاتحادات لازم تتغير. الاتحادات رغم ان يعني في السفر في السباحه من 84، انت رئيس اتحاد تاع السباحه ل 12 سنه، فانت ما ديك 12 سنه انت ما درت شيء، ارخي من كان خلي غيرك يخش تو، حتى خش اتحاد جديد، قائمه جديده، خش قائمه جديده وحاربها وحاربها حاربها، لا يبي قاعد. ما انت لما نسمع لما انت تقعد في شيء تكون تكرش فيه، رغم انت عليك شبهه، علاش انت حول خلي غيرك. انت الرياضيين هذه حاجه، حاجه ثانيه في شيء نفتقروا له، وهذا الصرف اللي غلط اللي يصرفوا فيه. انا قلت لك مع الصرف، انت لازم المدربين لازم تطورهم، المدربين مش متطورين، كان لاعب بنفسهم بمجهودات، اي مجهود خاصه الدوله كان يدي بروحه، لان في منه اللي عنده منه يقوت يومه، هو يدرب في روحه ويحاول يطوره. انت طوره هو باش تقدر تدير لاعب، راه اللاعب ما يجيش يصنع روحك، انا مش مدرب يقدر يصنع روحك. يجيك صاحب عندك مواهب، تلقى موهبه طفره تسقلها شويه تمشي، وفي اللي يبدا مواظب، لكن المدرب لو انه عنده استراتيجيه كويسه حيمشي باهي. لاش مين بيجي بس استراتيجيه؟ كان انت المدرب كان لاعب وصل سن معينه ولا مدرب؟ احنا عندنا مثلا زي في السباحه مثلا في السباحه، رغم ان احنا راني ندوي على السباحه، لما تجي انت نقول لك الصرف هي الشباب والرياضه، ما تخيل ليبيا انت كلها ما فيهاش حوض سباحه، حوض سباحه ما فيش. تجي للملاعب التنس الارضي، ملاعب التنس الارضي، تجي لما تديروا في بطولات ليبيا وكذا الشبكه مزقه. يعني الرياضه حالها في ليبيا تو في الوقت الحالي سيء جدا جدا، هي حالها تو ماشي استاذ، حالها الوضع تو اللي قاعدين فيه هيك قاعدين يديروا فيه تو شبه حل مؤقت. قصدي انت لما تجي كل سنه تقول لا تو نجيب لاعب جاهز، وكل ما هذا زياده فلوس، هذا ايش قلت لك؟ هذا ضد الصرف، لانه يدفع في مبالغ. ليش؟ لانه يبوا لاعب جاهز اكيد بتدفع فيه مبلغ، بس انت مصرف. لما تدير اساس، لما مثلا تصرف على مدرسه، تجيب اكاديميه تصرف عليها من الاساس، تلقى عندك كادر بشري قاعد. يعني انت ما تصرف معنا، لا استفدت على المدى الطويل. هو أيوة. مع انا ضد الصرف اللي توه قاعدين فيه. احنا اسمعني، احنا ورا ما تخيلش الموضوع ياخذ وقت طويل، هذا ما يفكرش الا لما يجي يعبر الجسر، يقدم جسر يفكر انك بيديرها. ما انت لما في نماذج جواتي قدامك، في نماذج جواتي قدامك، قليل نماذج جواتي، وين ما في نماذج جواتي قدامك، في عندك نموذج قطري. هو والله اسمعني واتي. بالنسبه للالعاب الفرديه كان من البدايه من الصغر ما تاخذهاش وتدربها، هذا الاساس اللي نحكوا عليه نحن. صح هذا نتكلم السباحه زي السباحه. بناخذوا وراء الشارع الليبي تو بنشوفوا معكم ولا ضدكم. انت قلت لي معنا الناس، معنا الناس كيف تسوي؟ وضيف ناس فتشوف، في ناس تصرفوا عادي بفريق اللي وجعهم خاطره، بس بيعطونا اراء الناس اللي معاه. ما طبعا الدوله لازم توفر ميزانيات بحكمنا فيها المواهب، لكن ما فيش الماديات المناسبه من ناحيه ملاعب، من ناحيه كوادر طبيه، من ناحيه مدربين، من ناحيه هالبحاجات وكذا. لو الدوله صرفت ميزانيات وتوفر اكيد بتحسن هالبه، بحكم تجيب مدربين من برا، معدات جديده، ملاعب خير. لا لان نشوف فيها ان مازال في الاولويه عندنا في البلاد، يعني في عندنا التعليم، الصحة، الأساس، كل شيء، البنية التحتية هي اللي تبي لها خدمة قبل كل شيء، قبل الرياضة حتى. أكيد الرياضة ضروري منها، هذه الرياضة هذه أهم شيء. الرياضة أنا اليوم لما نتبنى الرياضة، أنا اليوم نضمن لطفلي ونضمن لأخوي ونضمن لصديقي إنه هو يعيش في بيئة كويسة، إنه هو يتمكن ويكون إنسان رياضي، وفي نفس الوقت حتى هي عملية نفسية لازم إن إحنا نبدرو نتمنى نواكبوها، اللي هي الرياضة اليومية، حتى سواء كانت مش يومية، ولكن نبدو عندنا خلفية عليها ونقدر إن نمارسوها الرياضة في جميع أشكالها. يعني أكيد مع، ليش؟ لأن الرياضي لو ما يلقاش دعم معنوي ومادي مش حيقدم شيء. يعني هو ممكن حتى الحاجة اللي بيقدمها يقدمها على مثلا يمثل بلاده برا البلاد، يعني في محافل دولية يعني، أو في مسابقات دولية، فلازم البلاد تدعمه. للأسف يعني للأسف ان كل البطولات اللي خدناها بطولات فرديه، لحد هذه اللحظه ما خدناش بطولات، يعني بطولات جماعيه. ولازم تدعم الدوله المشاركات الدوليه، لازم يعني يطلعوا يديروا لهم تدريب برا،
يوقع عقود مع دول أوروبية متخصصة في مجالات معينة، لازم يدعموهم وبقوة. هذه تمام. بعد ما شفنا شن صاير وشن مش صاير، خششت بعضها. ايه كيف؟ خششت بعضها. ايه بشو بتدير بقى؟ بقى تمام. احنا عندنا فقرة تو برنامجنا اسمها 30 ثانية. 30 ثانية. 30 ثانية. انتم الثلاثة اختاروا حد من الأربعة. طبعا حقتنا استثنائية اليوم، جايبين أربعة، عندنا الدولفين ولا ما فيها كيف. ما فيش كيف. الله يبارك عليه. باهي. افرضوا اختاروا واحد من الأربعة ما يتكلم لمدة 30 ثانية، مرات يقنعكم أنتم يقنع الجمهور. ما نعرفش. واو. سمعش حتى صوتك انت برا. 30 ثانيه. شوف الفكره عامه ان انتوا زي ما قال ابن الاليه متفقين فيها كنا باهي، لكن الصرف في الدوله مثلا بتصرف على زي ما النقطه اللي قلتها انت من بكري، لو احنا بنصرفه على واحد مثلا قلت عنده مش لازم نصرف عليه، لا نشوف اللي ما عندهاش نصرف عليه. فهمت هذا؟ قلت شك يعني، لكن لسه عليه برا. كمل كمل. فشني زيد 5 ثواني. الصرف عامة زي ما قلنا يكون في صرف، لكن شني في كنترول صاير، يعني عارفين الصرف هذا وين ماشي. فهمت كيف؟ تموا 30 ثانية ما اعتقدت. لا بس لك حاربوه غيره غير صرف. حاربوه حاربوه. لا لا خلي البرد حاربوه. خلاص المفروض ما تكلموا خلاص. ايه ايه اختار حدد تو انتوا الاربعة. لا اختاروا عندنا في ثقة. نعمان 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 دقيقة بس. نعمان من يدوي؟ كم يا اخي؟ 30 ثانية لكل واحد. شو رايك؟ شو 30 ثانية؟ لا ما شروط. لا لا خلاص. خلاص كلها خلصت 30 ثانية. هم انها تكون في آلية صح، يكون في أساس صح، يكون في دعم صح للناس للكل، يعني مش لفئة معينة، وحتكون ليبيا يعني جداً. دولة ماشية لقدام. ليبيا أمام تشتري قدام. في 13 ثانية قاعدة تحطهم. ليبيا أمام تمشي قدام. تمام تو رسمي. تو بعد ما تكلمتوا طبعا خلينا تصويت جمهور بداية الحلقة. تو بنشوفوا تصويت الجمهور بعد الحلقة، تصويت قنواتي، بنشوفوا من ربح. سمعتوهم؟ سمعتوهم أنتوا؟ شو درتوا شو ما درتوا؟ والله مش أنا الجمهور، هم بيحكموا تو. خلاص كان التصويت واتي يا أولاد، أعطونا تصويت. طبعا وصلنا لمرحله تصويت الجمهور. كان بدايه الحلقه شن كان، وبعد ما دويتوا شن قالوا بعد 30 ثانيه شني ولا. في بدايه الحلقه كانوا 58% مع و42% ضد. بدايه الحلقه لكن بعد ما بدايه الحلقه، لكن بعد ما تكلمتوا بعد 30 ثانيه بعد مدخلات نعمان ضد 47% مع 53% ضد. مبروك مبروك يا نعمان، خسرت يا نعمان، وهذا كذا مخسرك عز. انا مو واحد واضح رابح. انت تلعب بروحك رابح. ها؟ انا مو واحد رابح. انا عارفك انت بروحك رابح، لكن مروان خسر. عيب مش موضوعك مروان. نقول تمام. وصلنا لنهاية حلقتنا منورين هلبا. ما تنسوش جمهور تعطونا رايكم في التعليقات، وتشوفوا روحكم يعني شنو انتم مع صرف الدولة ولا ضدها. وهذا هو، نتلاقوا في الحلقة الجاية منورين.